بطلع على ثمانية تمام، هيك وعشرون مبين لاعب عليكم كانت عندك. كفيلة بشحذ قدرات المدرب السوري عبد الباسط نيربي حارس فريق أمية السابق والمدرب الحالي لفريق ريحانية سبور. خبرته الطويلة تلك كانت السبب الأول خلف تعاقد المنتخب التركي معه ليبدأ مع لاعبين آخرين مسيرة جديدة في تاريخ الكرة السورية. والله انا كنت عم بدرب بدار الايتام هون بتركيا بمؤسسه اي اي سي، شافونا نحن بعده بطولات وشافوا تدريبي واختاروني، حكينا مع بعض والحمد لله تم الاتفاق وعملت معهم عقد لمده 3 سنين. الاحتراف عندنا بسوريا هو كان اسماء، هون جهدك هو اللي بيعطيك انه انت تدرب انت تلعب مستواك. الكابتن زاهر اسم آخر يدور في أوساط الكرة التركية، وهو الذي دافع عن شباك فريقه السابق في مدينة سراقبة لمدة طويلة. فبعد تألقه في مباريات فريق النصر السوري في تركيا وحصولهم على المركز الأول، تعاقد معه المدرب التركي ليكون حارسا أساسيا في فريق الريحانية. شافونا هن في المباريات كذا، وتم اختياري انه احرس مرمى الريحانية. من العام الماضي كنت بالريحانية لعبت الدوري كله، وهلا الحمد لله هاي السنة متابع معهم. طبعا كل شيء بعقد بشيء نظامي بأوراق رسمية، وعلاقتنا فيهم ممتازة الحمد لله رب العالمين، الأمور ماشية. وفي عدة شباب كمان معي كمان حصلوا على الجنسية وعم يلعبوا معنا. في لاعبين كتير ممتازين، لاعبين منتخب سوريا، لاعبين كرامة، لاعبين اتحاد إلى آخره، عم يلعبوا ولكن ما حصلوا على الجنسية، فهي عائق حاليا. إن شاء الله بيحصلوا على الجنسية وبيلعبوا بأفضل الأندية. قصص وتجارب كثيرة سمعناها من أفواه اللاعبين السوريين في تركيا تحكي نجاح البعض وتألق البعض الآخر، والتي تسلط الضوء على قدرة اللاعب السوري في الاحتراف وتقديم الأفضل إذا ما تم الاعتناء به ورعايته. لدينا في فريقنا 5 سوريين، المدرب هو الأستاذ عبد الباسط، والحارس محمد زاهر، واللاعب محمد، واللاعبان إبراهيم ومحمود قارزون. إنهم محترمون جدا ونحن ممنونون منهم كلاعبين وكأشخاص. نلعب في فريق واحد ولا توجد أي مشكلات بيننا، ونحن في الأصل عرب نلعب كإخوة ونداوم كإخوة. يبحث اللاعبون السوريون الموجودون في تركيا عن فرص جديدة لتعويض ما فاتهم خلال السنوات السابقة والدخول مجددا في الوسط الكروي، علهم يصنعون اسما جديدا يبرزون من خلاله. Andrea biri koşu sabah. Biri koşu aldı şu an yerden. Gol olacak bu oğlum. Oh!
كتب الكلمات هاي خلاص. ما اعتقد انه الفيديوهات يمكن انتهت. نبدا حلقتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعد الله اوقاتكم كل مشاهدينا الكرام. اليوم حلقتنا حلقه حلوه بنكهه رياضيه، طبعا عنونت بعنوان مونديال قطر 2022 والدوري التركي بعيون المحترفين السوريين في النوادي التركيه، تحليلات، توقعات، نتائج. خلونا دعونا نرحب اولا بالشباب الموجوده معنا. نبدا بالكابتن محمد زاهر كردو، هو لاعب في نادي كاكاهان السيبور، ومعنا الكابتن محمد ابراهيم ايدن يالدز سبور، والكابتن صفوان بصمجي ايضا في لاعب في نادي الريحانيه السيبور. اهلا وسهلا فيكم جميعا في برنامج اديبات لاجع على ايجام تي في. اهلا فيك. اهلا فيك استاذ هاي. اهلا فيك استاذ هاي. خلينا نبدا اولا بالنسبه لتعريف كل شخص عن هويته. نبدا بالاستاذ وبالكابتن محمد زاهر، تفضل. تسلم استاذ هاي. الكابتن محمد زاهر كردو من مواليد ادلب معره مصرين، لاعب نادي معارض مصرين بالأول. في البداية النشأة كانت في نادي بلدي، بعدين انتقلت لنادي سراقب ونادي عمال إدلب، لعبت درجة تانية مع نادي سراقب. كيف انتقلت بعدين بالنسبة للأندية التركية وتابعت أمورك؟ بعد ما صارت الثورة السورية وبتعرف اللي صار، عالم بقيت بالبلد، عالم تهجرت، عالم يعني حسب الظروف القاسية. بال 2014 تقريبا جينا على تركيا وكنا نلعب بين بعض، سوينا نادي سوري اسمه نادي النصر، يمكن تعرفه. اجتمعوا هاللاعبين بنادي سوري وصرنا نمارس نشاطاتنا مع رفقاتنا بأجواء ضيقة مثل ما بيقولوا. شيء يعني الهدف منا نتابع في 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 كرة القدم وبالشيء اللي منحبه. بعدين شاب 2017 حصلت على الجنسية التركية الحمد لله رب العالمين، وتعرف يعني هون لعبنا أغلبه بعن الأتراك والسوريين، فشافونا هون وكانوا يعني حيطينا ببالهم مثل ما بيقول، يعني إنه في أشخاص معينين إنه هدول بس حصلوا على الجنسية. الحمد لله تم هذا الأمر وطالعونا الليسانس، بيقولوا له الكشف السوري كنا نسميه كشف، هلا هون بيسموه ليسانس. طلعنا ليسانس ولعبنا بالبداية مع نادي الريحانية، كنا أنا ومحمد الإبراهيم والجلح اللي أول ما بلشنا، يعني جبنا الجنسية بكير شوي ولعبنا. أنا لعبت مع نادي الريحانية بحدود الأربع سنوات تقريبا، السنة الماضية والسنة وهاي السنة وقعت مع نادي كرخان سبور بكرخان، يعني حارس مرمى، يعني لعبت كمدرب حراس وكحارس مرمى. هلا في أكاديمية هاي سبور موجودة بالريحانية كمان، عبدرب فيها كمان مدرب حراس. الله يعطيك العافية، رح أرجع لك كابتن محمد. خلينا نعرف الكابتن صفوان بصمجي، تفضل عرفنا عن حالك. على راسي يا أستاذ. صفوان بصمجي من مواليد إدلب سرمين، لاعب نادي أمية سابقا ولاعب نادي جبلة، بعدين مثل ما تفضل الكابتن زاهر بعد ما قامت الثورة السورية جينا لهون على تركيا، واستنينا والله فترة لحتى قدرنا نلعب بالأندية التركية. بتعرف يعني موضوع اللعب بالأندية التركية شوي صعب، كان إحنا كسوريين حصلنا اللاعب بده يكون معه الجنسية. يعني هلا الكابتن زاهر مثل ما قال لك، الكابتن زاهر، الكابتن محمد جلح، الكابتن محمد إبراهيم طلعت لهم الجنسية شوي بكير. طبعا هي الجنسية بتعرف موضوعها، هي عبارة عن حظ وكذا، فهيك سبحان الله طلعت لهم هني وهني بلشوا قبلنا.
بعدين انا استنيت تقريبا شيء لل 2020 او بايام الكورونا، الحمد لله طلعت لي الجنسيه وبلشت العب بالانديه التركيه. لعبت مع، كان بدايتي مع الريحاني سبور، بعدين طلعت اعاره لنادي في ماردين اسمه قزل تبه، وبعدين رجعت للريحاني سبور. هاي السنه عم نلعب بالريحاني سبور، هاي السنه انا طبعا وشباب رفقاتنا السوريين محمود كرزون، محمد جلح، مين كمان معنا؟ نحن هلا حاليا دول الثلاثه بالريحاني سبور. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. الكابتن محمد ابراهيم طبعا اسم معروف سابقا بحلقات سابقه، كمان بنحب نكرر تعريف الناس فيك كابتن محمد، تفضل. ما بعرف اذا سمعانين، انا النت شوي عندي ضعيف، سمعانين هيك؟ لا انتو سامعك 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 كابتن محمد، تفضل. الصوره طالعه عندكم واضحه؟ واضحه واضحه كل شيء، الصوت والصوره واضح. تفضل عرف عن حالك. هلا انا كابتن بس هلا انا محمد ابراهيم، تولد حلب، عمري 31 سنه، لعبت نادي الحرية، أسست نادي الاتحاد وانتقلت نادي الحرية 3 مواسم، بعدين صارت الحرب عنا وشاءت الظروف طلعنا من البلد، طلعت احترفت بالإمارات وباليمن وبسلطنة عمان الحمد لله. 2017 أنا رجعت لتركيا، تركيا سبحان الله يعني رجعت أنا زيارة عن أهلي وهيك كذا، بالصدفة يعني جتني الجنسية، يعني لا قدمت عليها ولا شيء هيك بالصدفة، وتوفقنا الحمد لله صرنا نلعب بالأندية التركية. طبعا يعني بسوريا درجة سوبر ليج عم نلعب، بعمان درجة أولى، طبعا جينا هون على تركيا متفاجئ بقوانينهم، يعني ما قدرنا نلعب غير درجة رابعة يمكن هي البالي، بس الحمد لله يعني أحسن تقريبا أحسن من الدوري السوري بكتير، وحاليا مع نادي أيدن نيل دسبور، قريب عليك يمكن أستاذ هائل بأزمير تقريبا بيني وبينك ساعة. نعم حاليا هون جنبك. الله يعطيك العافيه كابتن محمد. برجع للكابتن محمد زاهر، سؤالي لك انه بعد الحصول اللاعبين على الجنسيه، انا طبعا انت تحدثت قبل الدخول الى البث المباشر بان الجنسيه لم تحصل عليها، لم يحصل عليها اللاعب لانه رياضي، وانا ما حصل عليها مثل اي انسان استثنائي، بالتالي نحن نوجه رساله من خلالك انت انه هناك لا في لاعبين كثر جدا وهم يمثلون منتخب بلادهم ويمثلون الكره كره القدم بشكل كبير جدا، ولكن الى الان لم يحصلوا على الجنسيه ولم يحصلوا على ما بدهم ينالوا. تفضل محمد. طبعا استاذ هائل، هو الوجع كبير مثل ما بيقولوا، يعني انا في شباب كلهم بعرفهم، في الكابتن محمد جعمور لاعب نادي الكرامه هداف دوري الشباب 2009، في الاندأجي كمان لاعب منتخب شباب سوريا لاعب نادي الكرامي، في فراس العلي، أمين الحسن، يعني لاعبين كتير لعبنا معهم هون بالدوري السوري، ولكن للأسف في منهم ضلوا بالمخيمات فترة طويلة، وبعدين لما صار إفراغ المخيمات طلعوا من المخيمات، ما حصلوا على الجنسية وما استمروا في هذا المجال الرياضي، وصلوا لمرحلة اليأس، يعني اليوم 13 سنة ببلد أو 10 سنين ببلد وقاعد انا عم استنى هاي الجنسيه، رغم يعني هذول الكباتن اللي عم بقول لك عليهم صار في معهم لقاءات على مستوى، يعني الكابتن فراس صحافي ياباني عملوا معه لقاء، صحافي فرنسي عملوا لقاء، لما صار المنتخب عملوا لقاءات كتير معهم، فقصدي تسلط الضوء لحد معين عليهم، ولكن مع هيك ما كان هذا بكفي انه ياخذوا الجنسيه. يعني انا اليوم قلت لك، يعني انا اليوم في مهندس، في دكتور، في استاذ مدرسي حاصل على شهاده علميه من جامعه، بس انا كرياضي ما عندي شهاده علميه، يعني ما في شهاده انه انا لازم، انا شهادتي هي قوتي البدنيه، هي خبرتي في كره القدم، هي الكشف الرياضي او الليسانس الرياضي اللي عم بلعب فيه، هاي هي الشهاده. فانا اليوم لما عم بيجي من سوريا لاجئ لبلد معين، انا بمخيلتي يعني ثقافه البلد غير ثقافه الاشخاص، فانا بمخيلتي انه انا هاي الأشخاص اللي إجت لعندي، هذا معه شهادة دكتوراه، هذا مهندس، هذا كذا، جنستهم صح، بس كمان في 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 لفتة لازم للجانب الرياضي. يعني أنا اليوم هالخامات الرياضية اللي إجت كلهم إذا جمعناهم بيطلعوا 20 شخص اللي وصلوا لأندية الدرجة الأولى والمنتخب، هالعشرين شخص هذول حاولت أيدي سورية تقويهم أو توصلهم لشيء معين، منا ما وصلت، منا فشلت، منا ما لاقت ترحيب بالجانب التركي، أو هي العوائق اللي شلون بدي اقول لك صور لك اياها،
روتين، يعني روتين الأوراق الرسمية. يعني أنا اليوم بدي ورقة، بدي هلأ. حتى بالبداية كان في أمل بسيط أنه اللاعب يلعب على الإقامة، يعني محمود كرزون أول سنة لعبنا أنا وياه سوا على الإقامة لعب، بعدين لغوا القرار، يعني صار على الإقامة ما يحسن يلعب، يعني لدرجة البالغي كان على الإقامة يلعب، بعدين لغوا هذا القرار إلا على الجنسية. عطونا أمل أنه على الكملك بيصير بالدرجات العليا، أنه برنجي أماتور إكينجي أماتور ممكن على الكملك السوري تلعب، باعتبار تعتبر درجات هواة للسوبر أماتور، تمام؟ بالبالغي احتراف لازم ليسانس، حتى الليسانس أنا طلعت لي الجنسية لازم راسل الأندية السورية يراسلوها ويقولوا أنه هذا اللاعب عم يلعب معكم ولا لا، واو. يعني حتى هي أنه حصل على الجنسية في تعقيدات، يعني في أخو للكابتن صفوان غزوان لاعب نادي أمية عانى من هالمشكلة، صار له أكثر من شهرين ثلاثة شهور عم يعاني لبين ما يطالع الليسانس، وراحت على الأندية وقالوا له هذا نحن ما بنعترف فيه لأنه كان بنادي أمية. يعني تعقيدات شوي لازم يكون في مرونة بهاي المواضيع اللي هي بس حلقة الوصل بين اللاعب وبين الجهة التركية هي المفقودة. يعني في بعض المدربين اقتنعوا فينا سعوا ورانا، يعني مثل نادي الريحانية سعي كتير وحاول يلاقي الثغرات لوصلنا، بعدين كان هو سبب لحتى الأندية الثانية عرفت كيف أنا بدي أحصل على اللاعب السوري، رغم أنه أنا لاعب محترف، يعني اللاعب اللي عم يجي من الأردن أو اللاعب اللي عم يجي من مصر حالياً عم بيلعب بجلطة سراي أو بشكداش أو إلى آخره. طيب هذا لاعب معه جنسية ومعه جواز سفر، إجا لأنه عم بيلعب بنادي درجة أولى، وأنا جيت مثلي. صحيح. يعني أنا جيت عم بيلعب مع درجة صحيح. أولى موجود بسوريا، الفرق بيناتنا أنه أنا جيت بصفة لاجئ، وأنا ما يعني هلأ ما بعرف واحد وقت بيحكي الحكي لحاله بيجي. يعني أنا لما جيت على تركيا أنا ما قلت لهم جاي إلجأ عندكم، ما قلت، أنا جيت أخذت بيت وقمت بعمل وتفوقت بعملي، يعني بشتغل بمجال خاص غير مجال الرياضة، يعني كل واحد عنده صنعة، صفوان عنده محل رياضة، أنا بشتغل بالديكور وإلى آخره. فأنا ما طلبت من حدا شيء، لا إغاثة ولا معونة ولا شيء، أنا جيت أخذت بيت وأنا صرت عنصر منتج بهاي البلد. فأنا ما بدي تعاملني لاجئ، عاملني مواطن، إنسان جاي لعندك من مصر من الأردن من السعودية، ما عندي حرب، تمام؟ ومعي الليسانس اللي هو الكشف الرياضي، زائد معي جواز سفر نظامي، زائد داخل دخول نظامي على هاي البلد، وجاي بدي يلعب رياضة، ليش ما بيحق لي؟ بس لأنه أنا إنسان سوري. طبعاً يعني طبعاً أنا يعني بحز على إيدك، وأكيد أنا بعيدك بهالفكرة هاي، بس دي سألك سؤال، هلا أنت بأين، أنت وين مقيم؟ بأين بلد؟ بأين مدينة؟ بالريحانية. بالريحانية بهالثاني. بالريحانية. طيب بعد إذنك، يعني أنتوا رحتوا على البلديات، القسم الرياضي مستلم القسم الرياضي في البلديات، في عند السيد الوالي أو الدار الجلالة في قسم رياضي عندهم، يعني مسؤول عن هالموضوع هذا، راجعتوهم شيء بهالموضوع هذا؟ مشان جنسية، مشان الموضوع، أي موضوع ملم بموضوع الرياضة مثلاً بيخصكم؟ تمام. أول شيء نحن قلت لك لما صار نادي النصر، تمام، هون كان في مكتب اسمه مكتب العلاقات السورية التركية، فكان هو صلة وصل مع البلدية ومع الجهات الرياضية، تمام، فصار في لقاءات كتير بيناتنا، يعني صرنا نطلب الملاعب هذا عن طريق الائتلاف، عن طريق الائتلاف مكتب العلاقات. لا هم البلدية التركية أنشأت هذا المكتب، يعني في عدة أشخاص مشان صلة الوصل بين السوري والتركي، يعني هاي الحلقة المفقودة هي كانت هذا المكتب، فتحوا لفترة معينة بعدين استغنوا عنه، العالم صارت تحكي لغة صارت كذا، فاستغنوا بعدين عنه، ولكن وصلنا لرئيس البلدية، وصلنا لأشخاص خلينا نسمي الاتحاد الرياضي، هن لهم غير اسم عندهم بتركيا، خلينا نسميه هيك بهاتاي، ولعبنا بطولات وحضروها بتحكيم تركي بتنظيم تركي، هن نظموها، أنا وصفوان طلعنا على أنطاليا لعبنا بإشراف الأمم المتحدة بطولة السلام اسمها، تمام، ونحن فريقنا حصل على المركز الأول، ولعبنا النهائي بأنقرة وتكرمنا من قبل أعضاء من الأمم المتحدة. طبعا ما كان في سوريين أبدا، يعني الفريق هو نص ستة سوريين بالملعب وخمسة أتراك، فهو مختلط، هي مشان يعني الاندماج. نعم. تمام. يعني قصدي هاي كانت، وهن كانت الفكرة أنه نحن لما رحنا لهونيك أنه بده يجوا عالم كشافة مثل ما بيقولوا، يشوفوا اللاعبين السوريين وبده يلفتوا انتباه الأمم المتحدة، الجهة الرياضية من الأمم المتحدة للاعبين السوريين، وكان نخبط اللاعبين السوريين لأنه من كل تركيا، يعني من اسطنبول إجوا لاعبين سوريين، من أنقرة، من أزمير، من كلس، من كل تركيا، كل شيء لاعب سوري
اجى حضر كان في هاي البطوله موجود، فكانت هي ملخص للاعب السوري موجود بتركيا بهذا المكان. رغم هيك بعد ما انتهت البطوله كان ما في غير انه دعوه بجماعات يعطيكم العافيه، انتهى الموضوع. بعد ما حصل شيء، ما صار شيء نهائيا؟ لا لا ابدا ابدا، قلت لك هون يعني القانون هو اللي بيلزم الجميع. يعني تصور في عمر عبد الرزاق، يمكن عمل معك لقاء سابق، عمر عبد الرزاق جاء دعوه. نعم كابتن عمر، راح الصوت عندك صفوان. انه اللاعب السوري لازم يكون جنسيه 5 سنين بعدين بحق له بيلعب بدرجات الثانيه والثالثه. هيك القانون عندهم يعني ايه، يعني حتى انه مجنس بحق لك مثلا بالغي وتحت ثالثه ما بتحسن تلعب لبعد 5 سنين. هاي تعقيب بس لازمك بعده، هاي تعقيب على كلامه بعده. انا الشهر القادم راح يصير لي 5 سنين متجنس، وقبل 3 شهور تحديدا انا انطلبت على نادي تركي درجه ثالثه عثمانيه سبور، اسمه لازم سمعان في يمكن، ما قبلت في هذا النادي وما بيصير وقع معهم الا لانه مجنس ثاني. شوف على القرارات يعني اللي بتصدم، ما بدي لك غير هالشيء يعني. بس درجة ثالثة، أنا مطلوب على نادي درجة ثالثة، ما بيصير ألعب درجة ثالثة إلا يمضى على تجنيسي 5 سنوات تقريبا. فاضطريت أرجع على نفس النادي اللي كنت فيه أيضاً. يعني عفواً بالجنسية مكتوب إذا أنت كنت رياضي يجب أن تنهي 5 سنوات لحتى تنتقل إلى مرحلة. هلا أني عاملي هذا القرار يمكن مشان الأفارقة، يمكن مشان الأجانب. ما بدي أشوف، أنا بدي نحاول نراجع الموضوع هذا يعني. هلا يعني هذا موضوع في روتيني عندهم. نحن موضوعنا اللي أهم هو نحن معدودين على الأصابع، مثل ما حكى الكابتن زاهر، نحن معدودين على الأصابع اللاعبين السوريين المحترفين بالأندية التركية بسبب صعوبة اندماجنا، مو إنه صعوبة اندماجنا معهم، بسبب قراراتهم اللي ضد السوريين، يعني ما بتساعد السوريين بشيء. نعم نعم بالتقل طبعا الكابتن محمد، رح ارجع لك انا بس نشوف الكابتن صفوان في عندك شيء تحب تضيفه؟ تفضل. والله ما شاء الله الكابتن الزاهر يعني حكى بما فيه الكفايه، يعني مثل ما قال لك يعني نحن هلا انا كصفوان او كابتن زاهر او الكابتن محمد او الى اخره، كنحن بنحكي عن اول شيء بنبلش نحن معنا الجنسيات، انه انا حلمي العب درجه ثالثه او ثاني، تمام؟ أنا مع الجنسية التركي لازم أتعامل كشخص تركي، تمام؟ إنما بما أنه حاصل على الجنسية التركي فمن حقي أنه ألعب درجة ثالثة، إكينجليك مثل ما بيقولوا، إكينجليك بي تي تي درجة الأولى. فمنتفاجأ أنه لازم يكون صلك ب5 سنين حاصل على الجنسية لتقدر تلعب إكينجليك برينجليك الدرجة الأولى. طيب أنا بعد 5 سنين من حصول على الجنسية بكون صرت أمشي على العكازي، انه انا هلا مثلا عمرنا 28 سنه، اللي هو مضبوط. نعم يعني انا صار عمري 35 36 سنه، فانا خلاص تركت الفوتبول. فهاي واحدة من القرارات انه نحن بتحس بنفسنا، هاي واحد. بالنسبه للموضوع مثل ما قال لك، في كتير عالم ناطر هذا الشيء، يعني صار حلمه انه مثلا كان اخويا لا حصل على الجنسيه وعم يستنى موضوع الليسانس وما ليسانس. في لاعبين كتير مثل ما قال لك، في راس العلي، الجعمور، ابو ناصر، ما بيمشي، ما اذكر كثير انسى لاعبين. فهدول كثير واقفين يقول لك انا بس عم استنى الجنسي لألعب. نحن صرنا هون تقريبا 10 سنين 12 سنه 13 سنه بتركيا، انه بدنا شيء حدا يساعدنا يوصلنا لحدا يقدر يساعد هاللاعبين السوريين، لانه في لاعبين حرام، يعني في لاعبين قسما بالله، في لاعبين سوريين موجودين بتركيا، وحتى لو نحكي بالمحرر، يعني كمان واحد مشان ما ناكل حقهم لجماعه المحرر القاعدين بإدلب وهيك. ففي كتير لاعبين بيقولونا أنتوا شلون عم تلعبوا، مثلا بيحكوا معنا من الداخل السوري بالمحرر، أنه كيف عم تلعبوا؟ قلنا لهم يا أخي والله حصرا بيكون مع الجنسي. فكمان بنقول لهم يعني أنا بقول لك بدي أجي على تركيا، شو رأيك؟ قلوا يا أخي تعال تركيا، بس حصرا بدك تلعب بيكون معك جنسية تركي، غير هيك مستحيل حدا يلعب بالدوري التركي هون بتركيا إلا يكون حاصل على الجنسية التركي. فنحن بدنا كلاعبين سوريين نحكي منهم مجنسين، أنه حدا يساعدهم، انه مثل ما قال لك الكابتن زاهر، انه في الدكتور حصل على الجنسيه، المهندس الى اخره. فنحن شهادتنا هي الليسانس تبعنا الكشف. فانا صفوان لاعب اميه، عندي كشف باميه، ليسانس كان باميه، محمد ابراهيم موجود كشفه، الكابتن زاهر كمان موجود كشفه بسوريا، الكابتن محمود كرزون كلنا موجودين، انك شوف يعني
يعني ما والله نحن جايين مثلا اقول لك انا وعم عم نخضع لاختبارات هون بيقول لك النادي انا طب انا بدي اياك ايه اوكي بس انت ما معك جنسي، انت لعيب انت كويس انا بدي اياك. ومثل ما قال لك الكابتن زاهر انه اول ما بلش فيها هو نادي الريحاني بهاي الموضوع، طالعت الليسانس للاعب السوري بلش فيها الكابتن علي باير هون بالريحاني، هو مدرب الريحاني سبور، فهو مثل ما قال لك لقى الثغره وصارت العالم بتركيا تعرف انه عن طريقه انه كيف بيرتفع الليسانس وكيف بيرتفع لسوريا وسوريا انه ما بترد لانه ما في علاقات. فبعد 40 يوم بيرتفع الليسانس تبعك كشفك تلقائيا بتصير تلعب. هلا بصير في مشاكل، الليسانس ما عم يمشي الحال هلا حتى اللي حاصل على الجنسيه ما عم بيقدر يطالع الكشف. السبب كابتن ما نعرف انه هلا إيه؟ مثلا انا اخويه هلا حصل على الجنسيه تمام، جديد حاصل على الجنسيه، فعم يرفعوا لسوريا انه اخويه لاعب نادي اميه. إيه اميه بتتصل والله ما في عندنا نادي اميه لانه شطب نادي اميه. تعرف انت بالمتحول الصوره مفتوحه بيقول لك هذا نحن ما عندنا هيك نادي وما عندنا هيك لاعب. هلا صار اول ما كان يرد الاتحاد السوري على الاتحاد التركي يراسلون ما يردوا، فبعد بعد 45 يوم تلقائيا بيرتفع الليسانس تبعك كشفك انه انت بصير هون لك كشف تركيا. هلا عم يردوا بس بيقول لك مثلا محمد ابراهيم ما موجود والله عندنا هيك انه ما في عندنا لاعب اسمه محمد ابراهيم ما بيعترفوا علينا. فما بدنا هاي القصه هاي تنحل، كمان بدنا شيء يوصلنا لحل بهذا الموضوع. طيب انت تفضلت كابتن انت والكابتن محمد زار انه قلت في كشوف سابقه، لكن كشوفات سابقه معكم كانت هي موجوده من نوادي سوريا، ليس عليها الا ان تترجم يعني كاتب العدل وتعملها نوترا وتبين انه هذا الكشف انت موجود برقم، لانه الكشف له رقم، الرقم طبعاً. رقم ذاتي هائل. بس وين المشكله؟ الاتحاد السوري للنظام ما عم يردوا علينا، ما عم يردوا على الاتحاد. لا انا عم بحكي ما عم بحكي عن النظام، انا عم بحكي هون في تركيا عندما بتناتر انت اي وثيقه مهمه، هي الوثيقه اللي تحملها انت الرياضي انا بعرفها، هي كانك انت هويه شخصيه، ومثل الليسانس يعني عباره عن شهاده تمثل بلد يعني انت لاعب عم تمثل نادي الاميه، عم تمثل يعني سوريا، مثل نادي حطين عم تمثل سوريا، عم نادي الحرية بس سوريا، هذا كذب ما بحكي هون أنا بالنسبة للنظام السوري، أما هون مفروض تترجم تنوتر. هلا نحن أي واحد منا جاب شهادته الجامعية نوترها مثل ما بلشنا شهادته هاي كنا عم نسوق عليها يعني هذه هي ما بصير هيك. هلا نحن بنهاية الحلقة بدنا نحكي بنتائج، نحن في نتائج لازم نحن نطلع منها نستخلصها من هذا اللقاء، ما إنه والله عملنا اللقاء ومشي نحن ما عنا هيك أمور بالضبط، نحن في شيء لازم نعمله. هلا بنهايه اللقاء راح نرتب شغلات ان شاء الله احنا وياكم مع بعض، الاسماء اللاعبين اللي الموهوبين اللي هن كان في منتخب سوريا وكان الاسم بتعملي لوائح عليها، نعمل لوائح تبعتوا لي اياها ان شاء الله احنا راح نحكي فيها ان شاء الله، هي كلهم لوائح واسمين مدينه قاعد بين مدينه موجود هو، وراح نتدخل هاي الاشياء السلبيه يعني ان شاء الله راح نتدخل بها الموضوع هذا، لانه كنت حكيت حرام لاعب موهوب يعني للاسف الشديد يعني عندي ابداعات وعندي مهارات وعندي كل شيء، ليش لحتى اقدر انا موتها في نادي صغير او ما في نادي بالاساس، ما في نادي يعني صح. ليش ما في انا مثلا بلد مثل تركيا وانا في ده البلد من المجال الرياضي وانا قادر، وطبعا في لاعبين كثير عرب اكدوا وجودهم عالميا اكدوا، فما بالك على مستوى تركيا مثلا لاعب كرة الطاولة بالبلد، يعني بدي أقاطعك أستاذ، لاعب كرة الطاولة بمخيم بخشين بيركي، الألعاب الفردية ما في عوائق مثل الألعاب الجماعية الليسانس وغيره، فأخذت بطولة هاتاي ولفتت النظر ولعبت بطولة تركيا تمام. أردوغان الرئيس أردوغان اتصل فيها وحصلت على الجنسية هي والعائلة كاملة، فلما اتصل فيها على المخيم والمقابلة موجودة على اليوتيوب، فقال له طلبك، قالت له أن الجنسية إلي ولا أهلي، وبتحكي تركي بطلاقه، فاخذت الجنسيه عن طريق لانه هي لاعبه بالاصل بسوريا ووالدها مدرب يعني معروف، ف يعني هي كانت صدفه او اثبتت حالها بعدين حصلت على الجنسيه، يعني العكس صار. يعني انا اليوم كارازون جبنا سيرته، كارازون لاعب منتخب سوريا لل 16 سنه، لما اجى من سوريا جاي من بطوله كاس اسيا بايران، يعني اجى مباشره من كاس اسيا لبلد الهجره، يعني هذا جاي جاهز لاعب منتخب سوريا وعنده فيديوهات كامله موجوده على اليوتيوب، لعبان ضد ايران، لعبان ضد الهند، ضد اليابان، يعني هذا خامه جاهزه وبعمر صغير، لبين ما حصل الجنسيه صار عمره 26 سنه، هاي اللاعب يلعب
تمشيد حال او باب معيشه بصراحه، ما بقى في في طموح اللي 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 هذا بيزعج بيقهر والله كثير بيقهر يعني هلا مثلي انا بجوز او او غيري في عالم يعني كبرت لحد معين او ما عنده طموح انه انا بدي مارس هاي هوايتي لحد معين للدرجات اللي عم نلعب فيها انه تمام. بس اما اللي اجى من منتخب وبعمر صغير او اللي اجى من نادي درجه اولى وبعمر صغير وقدامه افق واسع، يعني مثل ما قال لك كابتن صفوان الموضوع اللي بيحد اكثر، نحن دائما في إن نزلات على سوريا حتى نلعب بأندية بسوريا منروح ومنرجع دائما، ففي خامات موجودة بسوريا، يعني مفكرين إنه صفوان عم يلعب بنادي تركي بس ما بيعرف إيشو الترتيب وإيش العوائق. إنه أنا مثل ما قال لك بدي يطلع على تركيا بدي يلعب خامات على مستوى، يعني في لاعبين ما بدي أقول لك الكبيرين ولا المنتخب ولا حدا، هون في أطفال بتركيا عملوا لقاءات معهم على قنوات كلها، يعني قنوات تركية بس هذا اللاعب إنه بس ما حسنوا يساوي شيء. يعني في عندنا رفيقنا بأنطاكيا عنده ولد عمل اختبارات نادي بشكداش كله بأنطاكيا انتقل على أنقرة على اسطنبول، من بين 500 لاعب كان هو من أصل 20 لاعب موجود بيناتهم، ولا ونادي سوبر لي وبده هذا اللاعب، نادي سوبر ليج بتركيا رغم كل العلاقات الاجتماعية تبعيته وقفوا إنه إيمت ما طلعت لك الجنسية جيب ابنك وتعال عنه، إيمت ما طلعت لكم الجنسية جيب ابنك وتعال عنه، يعني أكثر من هيك؟ وهذا لاعب نحن بدنا يا وكذا. يعني بدي لك شغلة إنه هن الأتراك والمدربين الأتراك انصدموا بهاي القرارات، يعني لما يعني في اللاعب فراس العلي وأمين الحسن لعبوا مع كرخان سبون كان درجة بالي، فتمرنوا معه لفترة أكثر من شهرين والمدرب مصر إنه لا شغلتكم بسيطة إنه أنت لاعب سوري وجاينا عنا وبتلعب، لك يا كابتن والله ما بيصير القوانين عندكم. لما راح وصار يمشي بالوراق تبع الليسانس تفاجأ، يعني قال الكابتن والله صار يبكي انه معقول بدولتنا في هيك شيء، انه انا لاعب بدي لعبه وجاي من سوريا وكل شيء معه، يعني جوازه معه وكل شيء، ليش لما يحسن يلعب؟ تفاجأ انه يعني حتى التركي تفاجأ انه ليش انت ما بيحق لك تلعب، يمكن اللي حط القانون نفسه ما بيعرف انه ليش بيحق له او لا، او هي كلمه لاجئ هي الملزوقه على ظهره، هي بدنا ندخل فيها لنشوف وين الحلقة، يعني ممكن يعني الحلقة لاجئ تمام، يعني اعتبرني جاي أنا عبلد ثقافته غير قوانينه غير عاداته غير، هات 3 سنين 4 سنين ليصير اندماج لتتعلم لغتنا لحتى نعرف إيش أنت تمام، ما خلصت يعني 13 سنة ما يكافي، إنه مثل ما قال لك هي المشكلة وين، إنه هلأ اللي إجا واللي صار كبر يعني ما بقى فقد الأمل مثل ما بيقول. طبعا الله يعطيكم العافيه على التوسع في تحليلاتنا حول يعني المحترفين وهاتهم واوجاعهم ومعاناتهم، ونحن ما رح نوقف عن نقطه ان شاء الله رح ننتقل لنقاط اكبر وتفصيل اكثر. بنتقل للكابتن محمد. كابتن محمد بتركيا في قواعد سوريه اشبال صغار، انا سمعت انه تقريبا في لاعب صغير اختاروه مع فئنا نادي، يعني بتذكر بغازي عنتاب كان يمكن ما غازي أنا إيطاليا يمكن هو ما بعرف بتذكر من عندي. هلا في قواعد اللي هي الأكاديميات السورية المدربين بتلاقي مثل ما حكينا طرقنا الموضوع كتير إنه اللاعب لما ما عم يقدر يلعب بالأندية التركية بتلاقي صار يلعب سداسي، صار يلعب أحمد الحربية، صار يلعب هيك للتسلاي، وبنفس الوقت تلاقي المخضرمين فيهم اللي فهمانين كرة قدم مثلاً تلاقي فتح أكاديمية وصار يدرب بهاللاعبين الصغار، ومن هاللاعبين الصغار بتشوفهم بتلاقي مباراة ودية مع أندية تركية بتلاقي مثلاً شافوا موهبة أخذوها، وهذا اللاعب اللي السوري كان تاب ماني متذكر اسمه والله بهالطريقة هذه بهذا أخذوا إيه؟ طيب أخذوا يعني شافونا طيب اخذوه الاتراك على اساس بدهم يلعبوه، اذا انتم نفس الشيء نفس على نفس النمط بده يمشي هو، يعني ما راح يكون في شيء جديد بالنسبه لموضوع الكشف الالو، يعني بدهم يوقعوا بنفس المطبات ونفس المشاكل ما راح يستفادوا شيء منه، يعني ما راح يقدر يلعب مع النادي مثلا، يعني الاشبال والناشئين والشباب رجع نفس الشيء يعني بنفس الفئات يعني نفس المشاكل، يعني بالتالي كابتن محمد مش على محمد ابراهيم ما موجود بالنسبه للقواعد. طب كمان ما هناك عندنا قواعد نحن بالتالي كمان هي محرومه من المشاركه بهالمجال هلا نحن تعالوا تفضل كابتن محمد زاهر عم احكي معك انه طبعا كابتن هو حكى الكابتن محمد انه نحن
في نشاطات أكاديميات سورية موجودة ودعمتها منظمات، يعني منظمات أغلب دعمها وأغلب توجهاتها الإنسانية بتردف فيها الأطفال يعني دائما، لأنه طيب. هو الأمل أو هو لل... طيب الدعم لأي مدى الدعم؟ لمدة محددة وبعدين موضوع الدعم قصدي هي المنظمات لفتت النظر للفئات العمرية الصغيرة. أنا ما أحكي على الدعم، أحكي على الاستدامة بأنه يتطور اللاعب الصغير، هيك قصدي أنه واقف على نقطة محددة وانتهى والله ما في دعم حتى خليه يستمر، يعني هيك بقصد أنا. تفضل. صحيح. فهاي نحن انطلقنا من هون أنه في أندية أو أكاديميات عن طريق منظمات استقطبت مدربين معروفين لصالحها وأنشأت أكاديميات صغيرة وطالعت منها لاعبين، زائد في نشاطات شخصية شباب مثل ما قال لك مدربين قدامى أو لاعبين مخضرمين عملوا أكاديميات لحتى يفرق، يعني الكابتن محمد كان عنده أكاديمية، الكابتن فراس العلي عنده أكاديمية، فهاي الأهالي خلينا نقول استثمرت هاي الشخصيات لتأخذ خبرتها يعني وتفرغها بهالجيل اللي جاي. يعني أنا موضوع إنساني اعتبره، يعني أنا اليوم كابتن فراس ما لعب، طيب أنا هاي خبرته بدك بيكتفي فيها أنه تضل بعقله وتضل ضمن نطاق بيته، لازم تتفرغ للاعبين. ففي عالم شافت هالخبرة وجابتها ونظمتها بأكاديمية أو بمنظمة أو إلى آخره، صار احتكاك بين هاي الأكاديميات. يعني قلت لك أنا موجود بنادي تركي، تمام، موجود بنادي تركي، موجود محمد الإبراهيم بنادي تركي، صار احتكاك بيبي أنه أكاديميته تلعب مع الأكاديمية التركية، فشافوا المدربين شافوا اللاعبين، في لاعبين هي لفتت النظر لحالها يعني بدون تسويق، يعني اللاعب سبحان الله يعني وجوده بالملعب وجوده لحاله بيكفي، يعني في لاعبين طفرات مثل ما بيقولوا خاصة بهاي الأعمار الصغيرة، بس ولكن لقوا نفس العائق اللي هو الجنسية التركية. أكثر في الإحسن بفاوي أنه عم يلعب بأكاديمية سورية، ممكن يلعب ضد نادي تركي أو كذا، بس بنطاق هوات، بنطاق تسلية، بنطاق مباراة تحضيرية، بس ولكن ما هو قادر يفوت بالنادي التركي ويلعب ويمثل النادي التركي، أو أنه ياخده. يعني أنا بتخيله أنه هذا النادي التركي شاف لاعب محترف، لاعب صغير ممكن أنا ساوي منه شيء، أخذته رحت لعند الجهات الرسمية وصلت له صورة أنه هذا لاعب ممكن تستفيد منه تركيا بي 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 بالمنتخب التركي أو بنادي درجة أولى أو تاني أو تالتة، ويمشي وراءه أو يتحرك ملفه أو حدا يدعمه بتقرير أو يرفع ملفه للجهات العليا ممكن يوصل، بس ولكن للأسف هذا الشيء ما عاد يصير أبداً. يعني بيقول لك أنه ليش بدي أحذب حالي أو مين هذا الحتى، أو يعني عن أطفال أتراك قادرين يوصلوا لشيء بدي يوصلوا هالتركيز. أنا برجع للكابتن محمد. كابتن محمد بدي أسألك، أنه نسقت أنت بينك وبين الجهات التركية بالنسبة للأكاديمية أنه قدمت له أنت هل الصغار مثلاً كمواهب كإبداعات لاعبين مثلاً؟ طبعاً أكيد. نعم. يعني نحكي عن الموضوع هذا لأنه هي يمثل الكبير يمثل الصغير والصغير يمثل الكبير بنفس المشكلة. يعني هلا حكينا، نحن حكينا بمشاكلنا كذا مرة بكذا قناة بكذا، يعني كيف حتى الحل نضال حل، لازم نضال حل، ما بيمشي الحال هيك. مشاكلنا تعدد حلها كتير بسيط، يعني حل هالمشكلة للاعبين السوريين كتير بسيط. هلا الاتحاد التركي اللي هو TFF موجود بأنقرة مثلا، أنه قرار كتير بسيط، مثلا أي شخص مسؤول مثلا عن طريق الائتلاف، عن طريق المنظمات، عن طريق أي شيء مسؤول كبير مثلا مسؤول عن هالسوريين يوصل على الاتحاد التركي TFF، يا أخي اسمحوا للسوريين بس يندمجوا بالأندية التركية عن طريق الكملك، الكملك اللي هو مثله مثل الهوية التركية، موجود TJ، موجود اسمه، موجود يعني أبسط من هيك شيء ما في. بس ما بعرف ليش ما عادينا، ما يمكن لحد الآن نحن رايحين نصرنا 10 سنوات تقريبا بتركيا، لحد الآن ما حدا موصل هالنقطة هاي، يعني بس توصل هالنقطة هاي حلا ولا أبسط من هيك. كابتن صفوان، إنه نحن اليوم لازم نتحرك مشان موضوع، بس موضوع الموضوع اللي كبر، لكن المشكلة الخطيرة أو الأهم هي الشبل والناشئ اللي هو هلا طالع كمان، ما لازم نحن كمان يكون بنفس المنوال نفس الطريقة، يا حرام حتى يقدر يتدمر تدمير كامل من مهاراته وإمكانياته. يعني ممكن
ما ينطبق على كرة القدم، ينطبق على الملاكمة، ينطبق على الجري، ينطبق على كل شيء يعني. هناك مواهب ليست فقط كرة قدم يعني، ولكن في مواهب صغيرة تحب الكرة الطائرة، تحب يعني أي مجال في المجال الرياضي يعني. بالتالي احنا رسالتنا وهذا البرنامج معمم لكل الألعاب بحيث أن يتم حل هالمشاكل هاي. برأيك شو الطريقة؟ هلا مثل ما قال لك الكابتن محمد ابراهيم، هي طريقه ممكن ما حدا موصل للجهات العليا بتركيا انه نحن خيو اسمحوا لنا نلعب عن طريق الكملك. هاي ابسط شيء مثل ما قال لك الكابتن، بما انه نحن عم ندخل على المشفى بالكملك الاصفر، فنحن معترف علينا بالمشفى، معترف علينا بالماليه، معترف علينا بالعدليه، فهي الكملك موجوده. فهي اقل شيء مثل ما قال لك انه اسمحوا لنا نلعب عن بالسله. أو شو رأيك عفوا، أو شو رأيك إنه يا كابتن محمد وكابتن صفوان، شو رأيكم بإنه ما بقى بدنا إحنا الكملك الأصفر، الكملك الأصفر هذا للاجئ، أعطونا إقامة مؤقتة، إقامة مؤقتة تكون مدفوعة القيمة لو كان بمبالغ بسيطة جدا، بحيث إنه تسمحونا. هلا القانون، في قانون مرن كابتن محمد، في القانون نلعب فيه كيف ما بدنا إحنا بصراحة. الشيء اللي بيهمنا كبلد كتركيا، نحن فينا نستفاد من المواهب انه نعملهم كما شو اسمه اقامات مؤقته صغيره، يعني لمده سنوات، انه بهذا نفتح له مجال افاق لحتى يتنقل بحريه بالنسبه للمجال الفوتبول. تمام، يعني الفوتبول والكامل الاصفر اتركوا للاجئ، اتركوا للاجئ، اتركوا للاجئ، ما مشكله يعني، ما في مشكله. كملك اعمل لي اقامه، هذه ممكن نحكي فيها انه يعملوا اقامات مؤقته. كيف نقطه انه اقامه مؤقته، مثلا اعتبرني انا في بفتره اختبار كلاعب سوري، هالاقامه المؤقته حدد لي مده السنه، فانا خلال هالسنه لعبت بنادي تركي، كنت منتج وحصلت على تزكيه من المدرب ومن الاتحاد الرياضي ومن جهات رسميه اجت شافتني، فانا بستاهل معناتها اخذ اقامه دائمه. بالضبط. اخذت اقامه دائمه، اخذت ليسانس، لعبت سنه سنتين، حسيت انه انا ممكن تستفيد مني تركيا كلاعب، عم نحكي على اللاعبين الصغيرين. نعم نعم، انا في مانع عليك. نعم، فبعدين بينتقل لمرحله الجنسيه، انه لا تعطيني الجنسيه تلقائيا، تلقائيا هو لحاله تلقائيا بده يصير هيك يعني، تلقائيا خلص. بالضبط، استفادوا من المجال بمجال الاعمال. نعم. انه انا عندي منشاه وعندي عمال او عندي موظفين، تمام، فانا اذا طالعت لهم اذن عمل لفتره معينه ممكن يحصلوا على الجنسيه، وفي عالم كثير لجئت لهذا الاسلوب. طبعا طبعا، حصلت على الجنسيه. اذا قصنا هذا الموضوع على الرياضه، انه انا هذا الرياضي بدي طالع له كشف مؤقت يلعب فيه، بس تشوفوا فيه لعبوا بالبرنجي اماتور والكنجي اماتور والسبر اماتور، ثلاث درجات هواط، فبهالاقامه المؤقته اللي حكيت حضرتك عنها يلعب بهاي الدرجات، لما بيثبت جداره وبياخذ تزكي، يعني هلا اللي عم يزكيه مين؟ رئيس الاتحاد الرياضي الموجود اول مثلا مثلا مثلا. هاي التزكيه عباره عن امضاء او توقيع من دكتور جامعه بدك تعتبره لهذا الشخص انه هذا تخرج من هاي المراحل الثلاثه اللي لعب فيها، عرف، بدرجه ممتاز، فانا برشح هذا الاسم انه يحصل على الجنسيه. من اصل مين؟ من اصل 200 اسم ممكن يكونوا مرفوعين. نعم. ترشح 10 بيستاهلوا والباقي يكونوا عاديين ما بيستاهلوا، فتخليهم بالمستوى اللي هن فيه، وهذا طالعوا بقى لمرحلة الجنسية وطالعوا للأندية اللي أكبر عشان ما يضل يعني. ممكن هذا حل؟ هلا طلع بحل، نحن إذا لاحظت أنت هلا طلع بحل، يعني الكملك السوري مؤقت، الكملك مؤقت والإقامة مؤقتة، يعني تحت بن، يعني هو كله مؤقت تحت بن، مؤقت مؤقت تماما يعني. وفينا ونفتح مجال آفاق، شو رأيك بهالموضوع هذا؟ نحن نطرح هذه الفكرة بالنسبة لموضوع الرياضيين، أن يكون عندهم لديهم إقامات مؤقتة لحتى تحكي خلال مدة سنة اختبار تحت اختبار، تم نفذ الاختبار بشكل ممتاز وصار في تزكي وتوقيع من شخصية مهمة رياضية على هذا التقرير، خلاص بدنا إياه لهذا اللاعب، خلاص خلاص انتهى. يعني في كتير لاعبين خسرناهم وصاروا بأوروبا، عم نحكي على الأطفال الصغار، فهلا عم يلعبوا باندية اوروبيه، فليش ما نحن نستثمرهم يكونوا موجودين هون بتركيا؟ للاسف يعني اللاعبين صار في كثير لاعبين للاسف كثير كويسين يعني ممتازين، اباء تخلوا عن اولاد، يعني بعتوا اولادهم لاوروبا بس مشان يلعب كره قدم بس وراحوا لعب. يعني في لاعبين يعني بكره، هلا شوف المنتخب الفرنسي يعني الحديث بجر بعضه، طلع اشكالهم، طلع جنسياتهم، ثلاثة من مظبوط مظبوط صحيح صحيح، فهذا راح لاجئ وتجنس وبعدين لعب بالمنتخب يعني، وهذا بكرة بعد 5 سنين أو 10 سنين بدك تلاقي لاعب أصله سوري عم يلعب بكأس العالم.
صح. بس لانه عم اقول لهم انه شوفوا منتخب فرنسا كله افارقه طبعا كله بتعدد جنسيات يعني منتخب فرنسا يعني من الجزائر من تونس من تشاد من غانيا والله بسيط حلنا بسيط كثير بس صح. اسمحوا للاعب السوري اللي معه كملك يلعب بالدوري التركي ان كان درجه خلينا نحكي كابتن محمد نعمل نحكي بالموضوع الاقامه المؤقته نحكي فيها شو رايكم فيها صحيح للاعبين الرياضيين والاشبال والناشئين كل المجال الرياضي بكل الالعاب وليس بيلعب فوتبول كمان مشان يفيد الناس اللي بيحبوا غير فوتبول هي راح نحكي فيها هلا هذه الكلام بس هذا طويل يمكن استاذ هائل يمكن بتاكل وقت اكثر سنه وسنتين الاقامات اللي عم تحكي لا 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 كابتن محمد بدها موافقه مين الاقامه المؤقته موافقه مين عشان لك عليها هي انا بعرفها المره الموضوع هذا السيد الوالي لكل ولايه السيد الوالي هو عندما يوافق على هذا الموضوع انتهى الامر مؤقتا مؤقتة ومحددة لجهة معينة دير بالك أنا محددة لجهة معينة أنا عن نفسي قبل ما أخذ الجنسية كان معي إقامة سياحية على الإقامة السياحية كمان ما بحق إلا تلعب دوري تركي كمان غير كان درجة رابعة يمكن أو خامسة وسادسة بس نحن على قبل الجنسية نحن حديثنا بنرجع ما بدنا سياحية السياحية ما بدنا هي بدنا مؤقتة مخصصة للرياضيين مثلا بهالتسمية هذه نحن بدنا هالكلام هذا بدنا نطلع نحكي مع 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 الناس المختصين بهالمجال هذا مشان هن يحكوا يطرحوا هالفكره امام الجهات الاخرى اللي هي معنيه بهالامر هذا كابتن محمد فهمت علي ربما تلقى جواب او رضا ان شاء الله وربما نحن بدنا نسعى بكل الامكانيات بكل المقترحات ممكن لانه لنا خير برنامج انتم عم تقدموا مقترحات خير قدموا لنا شيء اعطونا شيء حل حتى نحن نحل لكم امركم خير القانون التركي هيك بنقول له نحن في عندنا نحن حل مثل الحل هذا مثلا افتحوا لنا مجال محدد بس للرياضيين مثلا مثلا اقامه مؤقته خيو تعطيني مثل ما قال الكابتن محمد مده سنه انا اقدم فيني اختبار اختبرني خيو اختبرني كناشئ كاشبال كشبل انا بدي افيد الدوله التركيه نجحت بالاختبار واعطيتني انت تزكيه ما قال تماما خلطت هالامر انا قانون صار مرن بالنسبه لي لغيري معلش لغيري هذا غير رياضي انا ما بيهمني مالي على انا بدي انا موهبتي وابداعاتي خيو كشاعر وكاديب انا هون ايضا حققت كل امكانيات حتى قدرت وصلت على المرحله هاي صرت في يعني في مرحله كبيره على مستوى تركيا بالنسبه لموضوع الادب والثقافه عرفت كيف بنشوف بالجهود اللي اثبتها للجهات المعنيه فتحوا لي افاق كبيره مثل ما حكى كاتب محمد انا لما اثبت وجودي بحصل على كل شيء بدي اياه صحيح وهذا اللي بدنا نحن نركز عليه بهالنقطه يعني هلا في كذا نقاط سجلتهم عندي هون ان شاء الله راح احولها للمسؤولين ان شاء الله هون اللي موجودين هلا بتذكر من سنتين ثلاثه يمكن طلعنا لقاءنا وعمر الكابتن عمر وعمر هان تقريبا من ثلاث سنين اي تقريبا من ثلاث سنين حكينا على نفس الموضوع استاذ هائل يعني شوف كان عن طريق قناتكم انه على اساس ان شاء الله كانت توصل وكذا انه عن طريق قال لك شغله كنا عم نحكي اذا بتتذكر على الجنسيه اهم شيء ركزنا على الجنسيه ما كنا عارفين انه اللي اذا اخذ الجنسيه راح يصير معه مشاكل اخذوا الجنسيه ومش صارت مشاكل ما كنا عارفين هيك الجنسيه كانت ماشيه بسلاسه معلش صح لنا ما صح كانت مر بمرحله الرابعه مرحله واحده صارت مرحلتين لانه صار في مشاكل ودخلوا شبيحه ودخلت عالم كثير بالموضوع بالتالي صارت المرحله الرابعه الامنيه مشكله كبيره معلش يعني احنا متابعين الامر وانما انا ما نعرف هلا حتى عرفنا الجنسيه حتى حتى يكون في خمس سنين لانتهي المرحله الثالثه او الدرجه الثالثه او يعني اول مره اسمعها منك انا بالتالي خلينا نحكي هلا بموضوع ننتقل لموضوع المونديال قطر جاهزين ننتقل له في هالدقائق الباقيه ببدا من الكابتن محمد شو رايك بالمستويات كأس العالم 2023 هلا بشكل عام بدنا نحكي بعدين بنخصص لانه بدنا نحكي على العرب بشكل خاص ونحكي على كأس العالم اول شيء بدنا نحكي على قطر بشكل خاص الدولة المنظمة نعم حصول قطر على تنظيم كأس العالم انجاز كبير جدا نعم صحيح انجاز اثبات قطر انه هي قادرة انه تقوم بهذا العمل بالصورة اللي فرجتنا إياها للعالم إنجاز أكبر من حصولها صحيح فهي لما حطت كل الآراء كانت وكل الإشارات أو التنجيم كان أنه ما رح يحصل الكأس وإن حصل رح يفشل دولة صغيرة إمكانات عقول محدودة إلهم حججون طبعا كانت محاربة من قبل بعض الجهات الأوروبية كانت لا تريد صحيح. حتى يقام كأس العالم هناك
فانه بلش كاس العالم ووصل للمراحل النهائيه، هذا بحد ذاته نحن كعرب بالنسبه لنا انجاز، يعني انجاز كبير. صحيح صحيح، يعني في لي انتماء له، يعني رغم بعده، رغم انا سوري وقط ما فيها، يعني بالرياضه بالذات نحن بنحس انه كلياتنا بننتمي لبعض، يعني هو مجال الى وطن واحد، يعني الى حلاوه الرياضه هي قرب يعني شايف هلا النتائج، المغرب ووصوله للمرحله اللي وصلت لها، الالفه اللي صارت، اللقاءات اللي صارت، شوف انت الاطفال بالشوارع بقطر، الملاعب، طريقه الكلام، وجود العالم الغرب بالجوامع، يعني في عالم الغرب عندهم فضول بحب يتعلم كل شيء لانه ما عنده حدود اصلا. صحيح صحيح، وعندهم كلمة حرية مفتوحة، فأنا حر بدي أروح أطلع على هذا الشيء الموجود هناك. إنه شو هذا الجامع؟ التلفزيون اللي عم يفرجيني إياه أو الإعلام اللي عم يفرجيني إياه هو واقع. فتصريحاتهم أغلب قالت إنه أنا تفاجأت بالشيء اللي شفته، شفت عكس الشيء اللي مورجيتني إياه بلدي. فكانت نافذة للعرب لتوصل ثقافة العرب للغرب. نعم صحيح، هي نقطة كتير مهمة، نقطة عبور هذه. نعم الاندماج، يعني الاندماج اللي صار بين هاي الثقافات، بين هاي العروق، مثل ما بيقول حكينا بنقطة انه وجود اللاعبين الافارقة موجودين بفرنسا، لاعب الماني موجود عربي اصله كذا، فهذا نفسه لما كان يقعد ويحكي للاعبين اللي معه انه نحن عنا كذا عنا كذا، كان في له نظرة شوي فيها عنصرية او فيها استعلاء. فلما اجا اللاعب، يعني شيل الجمهور على طرف، هلا نحكي باللاعبين، لما اجى اللاعب الاوروبي او اللاعب من الامريكي او الى اخره، وشاف الواقع، شاف الثقافه، شاف مستوى اللاعب. يعني انا الفريق السعودي لما خسر الارجنتين، انه جاي اللاعب الارجنتيني انه مين السعوديه؟ نعم شايفه بيعرفه انه لاعب عم يشوف فيديوهاته، عم يشوف مستوى لعبهم، انه هدول مستوى ما فيها الاحتراف، نحن اصلا المدربين تبعهم من عنا، فنحن عم نعلمهم كرة القدم. يعني هاي الثقافة. مرة سألوا أحد المدربين، قال لهم أنتوا عم تدفعونا أموال هائلة لحتى تجيبونا وندرب عندكم ولحتى نعلمكم كرة القدم، يعني ما وصلتوا لثقافة أنه أنت المدرب اللي عندك يصير عنده خبرة وهو يدربك، ما بقى تحتازني أبدا. يعني وجهة نظر 100% صريحة. فهلأ نحن وصلنا لمرحلة أنه قادرين، يعني فريق المغرب مدرب عربي والفريق عربي والكادر عربي، تمام، يعني تكون استعانة بالغرب نهائيا، الأرض عربية، المدرب عربي، الفريق عربي، قادر أني انتصر على أقوى الفرق بالعالم، يعني على بطل كأس العالم، على أبطال العالم انتصروا عليهم. فمعناته القاعدة أو الحاجز اللي كان موجود انكسر، أنه الغرب أقوى أو أوروبا أفضل أو خبرة أكثر، أرض الملعب، الرجولة بالملعب، يعني المغرب أو السعودية ما ربحت على الأرجنتين لأنه هم أكثر، يعني مستعدين بدنيا أكثر، أو خبرتهم أكبر، أو عبقرية المدرب مثل ما وصف هو صح إلى دور 10-20-30-40%، ولكن وجود اللاعب الرجل بالملعب اللي جاي. هلأ شوف الفرق بين اللاعب، نحن دائما بنحكيها هون، لما بنلعب مع الأندية التركية لما بنخسر مباراة يمكن أنا بثلاث أيام يضل مزاجي معكر أو ما نحكي مع حدا أو إلى آخره. فأنا بستغرب لما بطلع بالباص، هو ما هو نقد، هي ثقافة، عرفت؟ فبتلاقي أنه هذا عم يضحك وهذا حياته طبيعية، يعني تاني يوم ما بيضل شيء. هذا يعني حتى النسبة بتتفاوت بينه وبين أوروبا، يعني أنا هلأ كريستيانو طلع من الملعب عم يبكي، هذا الموضوع أنا بنظري ما بيتجاوز يوم أو يومين راح يرجع لحياته الطبيعية والموضوع ما بيهمه، لأنه اللي بده إياه وصل له هو ومخلص. أما اللاعب السعودي اللي ربح على الأرجنتين، هذا نازل بده يفرح رئيس دولته، زائد جمهوره، زائد أمه، زائد أبوه، شفت اللاعبين المغاربة لقاءاتهم بأمهاتهم وكذا. ففي الانتماء، يعني نحن نسميه ناموس بكرة القدم. بالفعل يعني كان ظاهرة كبيرة جدا أطلت على العالم، يعني ما هي يعني قطر هي تمثل العرب بإنجازات العمرانية، بالملاعب، بالحضارة، بكل شيء، بالفتح حكيت أنت بينت. ننتقل للكابتن صفار، شو رأيك بالنسبة للمستويات؟ هات لنشوف منتخبات شو رأيك فيهم بشكل عام، ما معنى وقت، بشكل عام كلياتهم عاجبوني، بس باستثناء مثل ما قال لك أنه منتخب قطر، أنه كنا نتمنى يظهر قطر أحسن من هيك. يعني مع الأسف نحن قطر كتير منعزة وكتير منحبها طبعا، مثل الدول العربية الباقي، بس كان حزت بنفسنا أنه لازم كان قطر مستوى أفضل من هيك.
هيك هذا الكان ما شاء الله. المنتخب السعودي أدى أداء رائع، التونسي التونس المغرب أدوا أداء كتير رائع، فكان بودنا أنه بس منتخب قطر أنه يكون أفضل بس. يعني الكابتن محمد يعطيك العافيه. الكابتن محمد ابراهيم شو رايك بالمربع الذهبي؟ شو توقعاتك الله يخليك لو سمحت مباراه اليوم وغدا؟ انا فخور بقطر بشكل عام والاستضافه ومن كل شيء من كل النواحي. تيجي على التوقع، هلا بقول لك انا ارجنتيني مغربي ان شاء الله يكون نهائي ارجنتين مغرب. ارجنتيني مغربي. الكابتن محمد زاهر شو توقعاتك المربع الذهبي؟ أنا بصراحة يعني العقل والقلب عم يتفاوتوا، تمام؟ يعني العقل والمنطق بيقول مثلا إنه الفرق الأوروبية مجهزة وإلى آخره، بس ولكن القلب المغرب إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. يعني إن شاء الله ما في شيء صعب. يعني قبل كأس العالم إذا سألتني نفس السؤال ما راح أتوقع إنه يطلعوا من الدور الأول، وطلعوا ووصلوا. فهي كرة قدم، يعني أنت بتتفاجأ إنه في فرق عادية بيكون بالدوري خاصة بلعب الكأس، ففي أندية درجة تانية وثالثة بتربح على أندية عم بيلعبوا بالدرجة الأولى أو بالممتاز، يعني مع ريال مدريد مثلا وعم بيربح. إنه كيف الربح؟ كل مقومات كرة القدم بتقول إنه الريال بده يربح، تمام؟ كلعب، كمدرب، كأعداد، كبطولات، كتاريخ، كله. ولكن كيف هداك عم يربح؟ ما عم يربح بأرض الملعب، عم بيربح بالجانب النفسي، تمام؟ بالاندفاع اللي عنده، بالناموس الموجود باللاعبين، بالإرادة، بالتصميم، بالتحفيز، عم يربح. فممكن نستفيد من هاي النقطة بالمغرب ويوصل للي بده يوصل. مين مين تتوقع؟ عم يقول محمد إبراهيم، عم يقول كرواتيا و أرجنتين، الأرجنتين والمغرب. انت شو إن شاء الله المغرب تاخذها إن شاء الله أكيد بإذن تعالى. شو نفس التوقع ان شاء الله؟ نفس التوقع. كابتن كابتن صفوة شو توقعاتك كمان؟ اكيد اكيد نحن قلبنا مع المغرب، وانا بتمنى يوصل للنهائي وياخذ كاس العالم. بس توقع النهائي مين ومين؟ يعني النهائي توقعات فرنسا والارجنتين النهائي كتوقعات. بس كقلب انا والله الله بيشهد طبعا انا بعرف بعرف الشيء مع المغرب. بنرجع لموضوعنا الله يعطيك العافيه. بنرجع لموضوعنا نحن راح نسق استاذ محمد زاهر مع الاستاذ مع الكابتن محمد ابراهيم بالنسبه لموضوعكم. انا في نقاط حطيتها هون ان شاء الله، وقريبا جدا راح اتواصل مع الكابتن محمد ابراهيم عشان الموضوع اللي بيتعلق بالنسبه للانديه وبالنسبه للمواضيع الاشكاليات اللي صارت معكم، وإن شاء الله منلاقي رد وجواب بإذن تعالى. وأنا أحكي على موضوع اللي حكينا نحن بالنسبة للإقامة المؤقتة إن شاء الله، لأنه هون نحن حاكين فيها بأزمير بالنسبة لبعض اللاجئين ونوع استثنائي، يعني اسمها إقامة استثنائية، تمام؟ أيوة. استثناء لكم أنتم ممكن يمشي، وهي متعلقة فس بالسيد الوالي، ليس العلاقة لا بأنقرة ولا بمراكز الكبيرة، يعني إسطنبول أنقرة، ولكن في الولاية نفسها إن شاء الله. هي رح تواصل معك الكابتن محمد ابراهيم بهالموضوع هذا ان شاء الله. انا بنهايه الحلقه تقريبا هي ساعه باقي دقيقتين لنخلص. نحن بشكركم كثير كثير على التوضيحات وعلى التوسع في المشاكل ومعاناه اللاعبين المحترفين والرياضيين السوريين في تركيا. نحن ان شاء الله غايتنا انه تكونوا مرتاحين وتقدموا كل ابداعكم ومواهبكم وانتم مرتاحين، يعني من دون مشاكل. واللاعب كل ما كان مرتاح رح يبدع ورح يطلع يعني شغلات خارقه. يعني بتحبوا تضيفوا شيء؟ اي واحد تفضل. لفتين بدي الفت نظرك لون. انا طلعت على تايوان بدعوه من تايوان نفسها، كمان نشاط سوري تركي، يعني اخذنا لاعبين سوريين واتراك، بس للاسف كمان المجنسين، يعني انه بس المجنسين بيحسوا مشان جواز السفر والطلعه. سوري مجنس. احنا 10 ايام لعبنا بطوله هناك بتايوان، فريق سوري تركي، وكان إنجاز كويس وكانت أيام كويسة بدعم تايواني. يعني يعني شخص تايواني قدم اقتراح لجهة رسمية تركية تبنت الموضوع بدعم تايواني، تم العمل. قصدي لما بيصير واحد بنشاط معين أو بدعم، أو إنه مثل ما قلت حضرتك إذا حركنا الموضوع ممكن نصل. واحد اثنين نقطة بس بدي ألفت نظر إلى انه هلا بالمحرر ملعب نادي اميه تم تجديده بجهود خاصه وعامه، وراحوا
ورحنا من هون الشباب الموجودين اللاعبين السوريين رحنا مثلنا تركيا، وفي لاعبين موجودين بالمحرر مثل ما حكى الكابتن مصطفى على مستوى عالي، ولعبنا مباراه وديه وكان كرنفال على مستوى كبير عالم. تم لفت النظر له النشاط كبير، صار جهود جباره، اعادوا احياء الكره التركيه. هلا في خطوات قادمه ان شاء الله لازم بحلقه قادمه نحكي عنها، بوجود اندماج ما هو تركي سوري، سوري سوري، ولكن حر وتركي، يعني تأمين طريق سفر بين تركيا وسوريا لكل النشاطات كرة القدم الطاولة و إلى آخره، يعني استقطاب الخبرات الموجودة بتركيا لسوريا ومن سوريا لتركيا، بده يصير تبادل إن شاء الله. هذا موضوع كتير مهم، موضوع كتير مهم طرحته، الله يعطيك العافية كابتن محمد، كتير كتير مهم جدا، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن تعالى أمور لقدام أحسن بإذن تعالى، لأن كلياتنا إن شاء الله بإذن تعالى متوقع دائما أحسن بإذن تعالى. نحن السوريين عندنا إرادة كبيرة وعندنا طموحات كبيرة إن شاء الله وآمالنا كبيرة رغم كل المعاناة. بشكركم على هذا اللقاء الكتير الرائع والله، في متعة في فائدة الحمد لله رب العالمين، وإن لقاءات أخرى إن شاء الله بنرجع نتواصل معكم، ما رح نبقى عند هالنقطة هي إن شاء الله رح نتوسع بإذن تعالى. شكرا لكم، إلى اللقاء.